سر هوس العلماء الهرم الأكبر، مش هتصدق اللي اكتشفوه. ألغاز وأسرار لأجدادنا القدماء المصريين مش بتخلص، بالعكس كل شوية بيظهر لنا منها جديد وغريب، ومع كل اكتشاف بنعرف قد ايه ان هم قد ايه كانوا متطورين. والدليل على كده ان طول عمر الهرم الاكبر عامل حاله من الجدل بين العلماء في كل دول العالم، واللي اتبنى ما بين سنه 2509 و 2483 قبل الميلاد، ووصل ارتفاعه ل 140 متر، وعباره عن 2 مليون حجر. وعلى الرغم ان في غيره من الاهرامات بالالاف في الدول الكتير، الا ان هرم خوفو هو الوحيد اللي تصنف من عجائب الدنيا السبعه. والغريب ان لحد دلوقتي من الهرم الاكبر قياساته فيها لغز، محدش قادر يحله ولا يوصل لاسراره، واللي منها مكانه اللي موجود بالظبط في وسط القارات الخمسه، بشكل واخد كل اتجاهات البوصله المغناطيسيه بمنتهى الدقه. والتصميم والمكان واوضه الملك مش السر الوحيد لهرم خوفو، ده كمان في الاعجب، في سر الممرات اللي موجوده فيه. عرفوا ان ليها علامات ودلائل جننوا العلماء، لانهم اكتشفوا ان اجدادنا قدماء المصريين اتنبأوا بميعاد نهايه العالم. طيب كان عندك فكره ان المصريين القدماء كانوا بيهتموا بالتنبؤات؟ الدكتور عماد مهدي عضو الاتحاد الاثريين المصريين اتكلم عن اهتمام المصر القديم بموضوع تنبؤات بالمستقبل، واللي كان منتشر جدا في مصر القديم، لدرجه انه اتبنى معبد مخصوص للتنبؤات اللي نعرفه معبد امون في سيوه. وعلشان الملك سنفرو كان بيهتم بمستقبل مصر، كان بيجيب الكهنه وكل المنجمين عشان يتنبؤوا ويقولوا هو ايه اللي هيحصل في المستقبل، زي الكاهن نفرو اللي كان كل ما يتنبأ بحاجه يسجلها في بردية عشان كل الأجيال اللي جاية يعرفوها. والغريب في الحكاية دي إن كل اللي اتقال وتنبأ بيه حصل بالفعل، والبردية دي موجودة لحد دلوقتي في متحف لينينجراد في روسيا. نرجع بقى لممرات الهرم الأكبر اللي سرها حير كل المستكشفين، عشان يعرفوا إزاي المصري القديم عمل تصميم الممرات اللي تنبأ بميعاد نهاية العالم، شيء لا يصدقه عقل. الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه في برنامجه العلم والإيمان قال إن في دراسة عملها اتنين علماء، واحد فرنسي اسمه كارنييه والتاني إنجليزي اسمه جريفز، عملوا تخطيطات لممرات الهرم الأكبر زيها بالظبط وبمنتهى الدقة، واعتبروا إن البوصلة الهرمية رمز للسنة، ووصلوا لنتيجة أغرب ما تكون. المفاجأة بقى إن الممرات عبارة عن رسم بياني بيترجم أحداث العالم كله لحد يوم نهاية العالم، وعبروا عن الحرب الأولى والتانية بالنزول البياني، وبالنتيجة دي قدروا يلاقوا طريقة باستخدام الرموز الموجودة على السراديب عشان يحسبوا نهاية العالم هتكون سنة كام ويوم إيه. وكان تعليق الدكتور مصطفى محمود على كلام العلماء وحساباتهم الخزعبلية إن دي حاجة مبالغ فيها جداً، وبتكشف لنا إن قد إيه العلماء من كل العالم عندهم هوس بالهرم الأكبر بكل تفاصيل، وعندهم شغف إن هم يحلوا كل ألغازه وبس خلاص.